السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من بيجوتري فاتين. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وديما كنجيب لكم الجديد ديالنا. واليوم طلب واحد لاكليون تبغى تشوف السنسله ديال البنانه اللي كتجي على هذا الشكل هذا، وبغيت ندير لكم فيديو باش كاملين تشوفوها، والناس اللي مازال ما شافوهاش حتى هما يستافدوا معنا ويدوزوا لا كوموند معنا. بالنسبه لشين ديال البنانه كتجي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. هكا فيها حجرات هنايا، هادشي اللي كيقولوا لها البنانه حيت الشكل ديالها تقريبا شكل ديال البنانه. ودابا غادي نشوفوا عن قرب كيفاش تبان لينا. بالنسبه لاشين بوندونتيف اللي اقترحت عليكم اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كتجي على هذا الشكل هذا، فيها حجرات هنا بيان سيرتيي، وهكا من اللور ديالها. وبالنسبه لاشين ديال نيلو رقيقه، كنتمنى تكون واضحه لكم هكا، يعني رقيقة ولكن الصح والعمل ما كنخافوش منها. وبالنسبة للسلسلة على فكرة، هذه راها ديال 46 سنتيمتر، كاينة اللي فيها 39 سنتيمتر كتجي اللي عنقها ضعيف، وكاينة اللي فيها 46 سنتيمتر اللي عنقها شوية عامر كتزاد غير 50 درهم. اللي بغات أي حاجة تصيفط ليا في الوسط ديالي 06 23 62 52 86، ومرحبا بكم. كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وبصحتكم وراحتكم.